الأمن واستقرار المنطقة. إذا نرحب بضيفينا الخبير في شؤون الجماعات المتشددة ماهر فرغلي، أهلا بك. كما أرحب من واشنطن الباحث في القضايا الأمنية والخارجية آدم روزفلت، أهلا بكما. أبدأ معك سيد ماهر فرغلي، كيف قرأت هذه الخطوة التي استغربها كثيرون واستهجنها أيضا أكثر؟ الجماعة الإسلامية دائما ما تثير الجدل منذ نشأة الجماعة في السبعينات من القرن الماضي وحتى الآن الجماعة الإسلامية تثير الجدل. تحولات كثيرة جدا للجماعة الإسلامية بمصر من انتهاج نهج العنف واغتيال الرئيس السادات والقيام بأحداث مدينة أسيوط العنيفة التي قتل فيها 114 من المجندين، إلى أن خرجت بميثاق جديد للعمل أطلقت عليه ميثاق العمل الإسلامي واعتمدت فيه قتال الطائفة الممتنعة، لكنها أعلنت أنها لن تكفر الناس. في هذه الفترة من السبعينات والتسعينات خاضت أكبر موجة للعنف في تاريخ مصر، يعني حرب شوارع مع الشرطة المصرية ورجال الشرطة المصرية، قتل فيها المئات من الشرطة واغتيالات عديدة جدا، منها محاولة اغتيال الأديب نجيب محفوظ، اغتيال الراحل فرج فودة وغيرها من الشخصيات العامة. بعد ذلك أطلقت الجماعة مبادرة وقف العنف، فهذا هو التحول الأضخم في تاريخ الجماعة الإسلامية عام 1997، وأعلنت وقف العنف وحل جناحها العسكري دون قيد أو شرط، دون قيد او شرط. هذا الاعلان تم تفعيله في عام 2001 وبدا الافراج عن مسجونيها وعناصرها وقياداتها مستر رفاعي عطاها في عام 2006، والجماعه استمرت على هذا النهج السلمي حتى عام 2011 حينما وقعت احداث 25 يناير في عام 2011 في مصر واحداث الربيع العربي. نعم. وبعدها راينا الجماعه الاسلاميه تتحالف مع جماعه الاخوان المسلمين، وهذا هو الذي دعا لاعلان نهاية إرهابية في مصر بقرار قضائي عام 2018. نعم. مخالفا للقرار الأخير للولايات المتحدة. طيب. الأمريكية. اسمح لي سيد فرغلي أذهب إلى آدم روزفلت في واشنطن. استمعت سيد روزفلت للجرائم التي كان يتحدث عنها سيد ماهر فرغلي والتي اقترفتها الجماعة، صحيح؟ الجماعة الإسلامية ليست وحدها من رفعت عن قوائم الإرهاب الأمريكية، هناك خمس جماعات، لماذا الآن؟ قبل كل شيء دعيني أقول شكرا جزيلا لاستضافتي، وأيضا طبعا أحيي زميلي من القاهرة. لقد شاركت في مسار يدعى التحديد والتسمية، وذلك المسار في الولايات المتحدة مع وزارة الأمن القومي هنا، حيث نعين المنظمات التي نلاحقها كمنظمات إرهابية. هذا فقط في الولايات المتحدة، ومع توسيع نظرتنا دوليا فإننا نعمل أيضا مع الاف بي اي، فأنا عملت معهم حين كان جاك كيلي مثلا وزيرا للأمن القومي، وعمل مع الاف بي اي حتى نفكك التنظيمات الإجرامية والإرهابية. أعتقد بأن هذا التحرك لم أتوقعه، وهو مستغرب جدا من إدارة بايدن. أولا لأن وزارة الخارجية هي النقطة الأولى طبعا مع ما يحدث في أوكرانيا وما يمكن أن يحدد الأهداف القومية، فهذا أظن بأنه سيضر إدارة بايدن، وخاصة مع الانتخابات النصفية المقبلة. أعتقد أن هذا التحرك مستغرب. لماذا اتخذ قرار كهذا؟ هناك من يقول أن هناك أهداف ومآرب سياسية، مصالح لواشنطن، يعني هل هناك سبب واضح أن ترفع هذه المنظمة بالتحديد التي شاركت في قتل رئيس وفي قتل أدباء في مصر من قوائم الإرهاب؟ السبب ربما الأساسي الذي يمكن أن نفكر فيه، وربما هذا بالتنسيق مع أهداف المخابرات، أظن بأن هذا هو الهدف أو السبب الرئيسي لشطب هذه التنظيمات، ومع كما قلت الانتخابات المقبلة، فأظن بأن الأهداف أهداف الأمن القومي المحددة ينبغي أن تتحقق. ربما هناك عمل مخابراتي بتعزيز هذه التنظيمات ربما مستقبلا.
ما رأيك سيد ماهر فرغلي في هذا التحليل؟ يعني ما هي المصلحة الأمريكية في رفع كل هذه المنظمات وبالتحديد منظمة الإسلامية أو الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب؟ أنا بالنسبة للجماعة الإسلامية يعني بشكل دقيق، يعني أعتقد أن الجماعة الإسلامية منذ أعلنت وقف العنف بدون قيد وشرط عام 97 وحتى الآن مر على ذلك حوالي يعني 23 أو 24 عاما، هي لم تعلن بشكل رسمي عن إطلاق عملية إرهابية يعني بشكل رسمي، لكن كان هناك بعض التصرفات الفردية من بعض الأفراد الذين ذهبوا إلى سوريا انضموا للقاعدة، بعض الأفراد الذين شكلوا جبهة أطلقوا عليها جبهة الأنصار وغيرها، لكن الجماعة الإسلامية بشكل رسمي قامت بإطلاق حزب البناء والتنمية وأعلنت أنها ستمارس العمل السياسي السلمي الدعوي دون حمل السلاح. أعتقد هذا هو سبب واضح لهذه العملية، أنه مرت عليها سنون كثيرة جدا لم تمارس العنف المسلح، لكن هم كان عليهم على الإدارة الأمريكية أن تراجع الدولة المصرية في ذلك، لأن الجماعة الإسلامية هي عبارة عن كيانات أو عبارة عن مجموعات، يعني ستجد مجموعة الخارج لها خطاب مختلف عن مجموعة الداخل، ومجموعة الداخل مشرزمة إلى أقسام، يعني تجد خطابها أيضا خطاب ما بين القواعد والقيادات مختلف تماما. هناك من آمن بالعمل المسلح مؤخرا وانضم إلى مجموعات حسم لجماعة المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وارتكب بعض أحداث العنف. هذه الأسباب الواضحة، أن هناك خلل في خطاب الجماعة وفي ذات الوقت خطابها الرسمي يعلن أنه أوقف العنف لمدة تزيد عن 20 عاما، ما دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ هذا القرار. سيد روزفلت، لماذا لم تراجع إدارة بايدن الحكومة المصرية أو الاستخبارات المصرية في قرار كهذا، خصوصا وأن عناصر من الجماعة انضموا لجماعات إرهابية أخرى؟ دعيني فقط أكون واضحا هنا بأن مسار وسياسة الولايات المتحدة هو التنسيق مع الحلفاء وضمان أنه لن يكون هناك أي سوء يحدث من هذه السياسات. أعتقد بأن الوكالات الاستخبارات، والتي طبعا أشرت إليها بالأهداف الاستخباراتية، أعتقد أنها تواصلت وهي شاركت معلومات مع شركاء في السابق وأعلمتهم أيضا قبل اتخاذ قرارات. إذن لا أعتقد أن إدارة بايدن مثلا لم تعلن أو تعلم المخابرات المصرية أو الحكومة المصرية، ولكن الآن السياسة الخارجية أظن بأنها تخفق في إدارة بايدن وسيكون مضرا جدا بعدم التنسيق وعدم التشاور مع مصر. سيد ماهر فرغلي، خطوة كهذه إلى أي مدى تقوض جهود مكافحة الإرهاب؟ وبالنسبة للجماعة الإسلامية تحديدا أو جيش الإسلام ممتاز دغمش كنف بيت المقدس الذي أيضا أعلنوا أنه خرج من قائمة الإرهاب، يعني هذه الجماعات عمليا على الأرض ضعيفة جدا، يعني الجماعة الإسلامية الآن معادلة القوة والضعف فيها ضعيفة جدا، الأفراد محدودين للغاية، انشقاقات بالجملة، هم تحت مراقبة حثيثة من الأجهزة الأمنية المصرية، هم أطلقوا أكثر من 10 أو 15 مبادرة للدعوة لأنهم للحوار أو لأنهم يعودون للعمل السلمي من جديد ويتحولوا إلى مبادرة وقف العنف بدون قيد وشرط مرة أخرى. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حينما أعلنتهم إرهابيين أعلنت الكيان نفسه، كيان الجماعة الإسلامية، لكن هذا لا ينطبق على أفراد، يعني لا يعمل أي فرد في مصر وحتى أمام النيابات وأمام القضاء المصري لا يعلن أبدا مطلقا أنه ينتمي للجماعة الإسلامية، ومن ثم لا حسابات في البنوك باسم الجماعة الإسلامية، لا تحركات للأفراد والعناصر باسم الجماعة الإسلامية، سواء هم جعلوا الجماعة الإسلامية في القائمة أو حذفوها من هذه القائمة، أعتقد لن يؤثر هذا كثيرا على قوة الجماعة أو على ضعف الجماعة ولا على جهود الأمنية المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف بما في تطرف الجماعة الإسلامية التي أوقفت العنف عام 97. طيب سيد آدم روزفلت، ألا تعتقد بأن هذه الخطوة خطوة رفع 5 جماعات إرهابية من القائمة السوداء الأمريكية، منها إيتا الباسكية الجماعة الإسلامية، أيضا المجموعة اليهودية المتطرفة كهانا، أيضا بعض المنظمات الجهادية الفلسطينية، هل تعتقد بأننا
خطوة أو قاب قوسين أو أدنى من رفع أيضا الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء ترضية لإيران من أجل طبعا قبولها بشروط العودة للاتفاق النووي الإيراني؟ أقول بأن القضيتين مختلفتان، ولكن أود أن أضيف هنا قبل أن أذكر النقطة المهمة، وهي أن ربما إدارة بايدن ليس لديها الموارد، ولذلك عليها أن تقلل هذه القائمة حتى تركز على الأولويات والتهديدات الإرهابية. أظن أن هذه المجموعات لا تمثل خطراً، ولذلك عليهم أن يحددوا موارد لمواجهة تنظيمات أخرى. ولكن فيما يخص الحرس الثوري الإيراني ورفعه من القائمة، أظن بأنه سيحدث إذا أردنا حقا أن نعيد هذا الاتفاق وأن نتقدم. وطبعا هذا ربما تلبية لطلب إيران بأن يتم رفع التجميد عن أصولها، وحتى نساعد الاقتصاد الإيراني، وربما تضم طبعا يضم الحرس الثوري الإيراني لاحقا. سيد ماهر فرغلي، برأيك هذا الإجراء هل تعتقد بأنه إجراء مسيس سيتم استخدامه لاحقا وتوظيفه سياسيا لاحقا؟ بكل تأكيد، لا يعني الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبيرة عظمى، ولا لا تخرج قرار مثل هذا يتعلق بدولة أخرى ودولة محورية في الشرق الأوسط مثل مصر فيما يخص أمنها وفيما يخص جماعة تعمل في الداخل، وهو يخرج اعتباطا أو يخرج بدون حسابات دقيقة في السياسة. بكل تأكيد هناك CIA و FBI وغيرها لهم حساباتهم الدقيقة جدا مع هذه التنظيمات، ويعرفون قياداتها جيدا وتواصلوا مع بعضهم وقبضوا على آخرين. أعتقد أن إخراج هذه الجماعة من القائمة له حسابات مع 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 الولايات المتحدة الأمريكية، و يعني سيؤثر مستقبلا على مستقبل نفسه الإسلام السياسي وتعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع الإسلام السياسي. الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تحديدا تتعاطى مع تيارات الإسلام السياسي، أنها خاصة التي تعلن إعلانا أنها لا تحمل السلاح، تتعاطى مع أنها تريد أن تسمح لها بمجال حيوي واسع داخل الدولة وتعطيها الأولوية للوصول إلى السلطة. وهذه سياسة قديمة فشلت من قبل مع في بعض الربيع العربي، وأعتقد أنهم يريدون أن يدعموها من جديد. هذا على ما أعتقد. ولكن بعض عناصر الجماعة ما زالت تحرض على العنف والإرهاب كما يقول بعض المصريين سيد ماهر فرغلي. نعم. الآن بعد رفع هذه المنظمة عن القائمة، كيف سيكون تصرفها؟ برأيك ما هي الخطوة المقبلة للجماعة الإسلامية في مصر؟ الجناح الخارجي، هناك نجد مثلا أحمد عشاوي أو نجد إسلام الغمري أو غيرها من القيادات، هؤلاء يعلنون دائما المواجهة ودائما يحرضون على الكراهية، يحرضون على حمل السلاح وعلى العنف وغيرها. وهناك جناح آخر مثل جناح عاصم عبد الماجد داخل هذه الجماعة، هو جناح بدأ يطلق مراجعات جديدة ويتحدث على أن الجماعة لابد أن تعود خلف الأمة وأن نسور الجماهير والثورة وغيرها. والجناح الداخلي جناح يعلن أنه مع الحوار، وأطلق مبادرة خلال هذا الشهر للحوار مع الدولة، وأنه يريد سلمية الدعوة والعمل السلمي والعمل السياسي. الجماعة الإسلامية خطابها مختلط للغاية، وأزمتها في قياداتها أكثر من أزمتها في قواعدها. يعني هذا شيء غريب، وهذا هو السبب في تحولاتها الكثيرة جدا، ومن ثم هي المشكلة في الخطر من ذلك. المشكلة يعني أننا نريد أن نجد خطاب واحد للجماعة الإسلامية، قيادة واحدة للجماعة الإسلامية. طيب. حتى يتبين للدولة كيف تتعامل مع هذا. بغض النظر يا سيد ماهر فرغلي، قرار أمريكي من هذا النوع ألا يعيد الثقة للقياديين في هذه الجماعة؟ بكل تأكيد، طارق الزمر أعلن هذا أمس الأول، وقال وهو من في خارج مصر أن هذا القرار عاد لنا الأمل، وأن له ما بعده مع ليس مع الجماعة الإسلامية فقط، ولكن مع كل تيارات الإسلام السياسي. بكل تأكيد هو سيعطيهم دفعة أمل كبيرة جدا. سيد روزفلت، يعني هل ترى الولايات المتحدة لهذه الجماعة الإسلامية دور سياسي في مصر مع كل ما ذكره السيد ماهر فرغلي؟ ألا تعتقد بأن هذا تهديد للأمن والاستقرار في مصر؟
لهذا أنا بدأت بالقول بأنه ربما هناك أهداف استخباراتية. فلقد رأينا التاريخ يؤكد بأن المخابرات الأمريكية كما مثل ما حدث في كوبا في خليج الخنازير لإسقاط نظام فيدل كاسترو. أود أن أقول بأن هذا كله يدخل في أدوات العالم الاستخباراتي الأمريكي للقيام ببعض النشاطات لأهداف بعيدة المدى التي لا نراها اليوم. أنا لا أقول إن هذه هي الحالة الآن، ولكن أقول بأن هذا كان دائما مطروحا على الطاولة، وربما هذا يكون ضمن الخطة الكبيرة، وربما لن نعرف هذا من دون معرفة المعلومات السرية التي لا تذكر، لأن هذه المهمة تدخل في إطار مظلة الأمن القومي للولايات المتحدة. إذن علينا أن ننظر ربما بعمق حتى نحصل على إجابات، وهذه أمور سرية كما قلت. سيد ماهر فرغلي، برأيك يعني على الرغم مما ذكرته من انقسام هذه الجماعة وتنوعها بين من يدعو للانخراط في حوار وبين من ما زال يحرض على الدولة المصرية، كيف ستتعامل مصر سياسيا وأمنيا معهم الآن؟ بداية يعني الغريب جدا في الولايات المتحدة الأمريكية أنها رغم أنها حذفت الجماعة الإسلامية من القائمة السوداء إلى أنها قبل ذلك بفترة يعني ليست طويلة رفضت الإفراج عن قائد هذه الجماعة وهو عمر أحمد عبد الرحمن من السجونية، ومات الرجل رغم أن أولاده وطلبوا العفو الصحي عنه ومات داخل السجون الأمريكية. وفي ذات الوقت اغتالت هي بنفسها بطائرة بدون طيار في سوريا رفاعي أحمد طه القائد الثاني للجماعة الإسلامية. فرغم ذلك حذفت الجماعة الإسلامية من القائمة السوداء. هذا كله لا يجدي مع الدولة المصرية، لا يجدي. الدولة المصرية لها خبرة طويلة جدا في التعامل تحديدا مع هذه الجماعة، وهي التي دفعتها لعمل مراجعات فكرية سابقة إيديولوجية سابقة، وأفرجت عن بعض من قياداتها وحلت جناحها العسكري. فالدولة المصرية تراقب قيادات هذه الجماعة مراقبة حساسة، وللعلم قيادات الجماعة موجودين في خارج السجون لا يقبض عليهم، يتحركون بحرية كبيرة جدا، ولكنهم كلهم تحت مراقبة الأمن المصري والداخلية المصرية المراقبة الحسيسة. لا يجدي ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر. طب خليني أسألك فقط عن يعني أحد الأسباب التي ذكرها البعض. هناك من يقول بأن هذا القرار الأمريكي ربما اتخذ نكاية في القيادة المصرية، هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، جائز بكل تأكيد. مصر تمر بظروف حقيقية تحول كبير، بناء للجمهورية جديدة، نحن في العالم كله يمر بأزمة اقتصادية ضخمة، مصر تحاول أن تتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية. في هذه الفترة حينما يعلن الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي عن حوار وطني ويدعو جميع الطوائف وجميع الأحزاب وجميع الهيئات للدخول في هذا الحوار الوطني سواء أشخاصا أو أحزابا، ثم تكون في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذف الجماعة الإسلامية، وهي جماعة كانت محورية في العنف في مصر، وكانت بالمناسبة هي عضو في تحالف دعم الشرعية الذي شكلته جماعة الإخوان المسلمين وقيادة هذا التحالف خارج مصر وقياداته أيضا أعضاء فيما يسمى يطلق عليه المجلس الثوري المصري. فحينما تحذف هذه الجماعة من القائمة السوداء في ظل هذه الظروف، أعتقد أنهم يقابلون دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسماح لجماعة بإعطاء مجال لجماعة خارجيا بالتحرك بحرية والتحرك بأريحية والعمل على الحصول على تمويلات بحرية. هذا كله لمواجهة الدولة، المواجهة سياسات الرئيس. أشكرك من واشنطن، كان معنا من القاهرة ماهر فرغلي المتخصص والخبير في شؤون الجماعات المتشددة. أشكر أيضا من واشنطن الباحث في القضايا الأمنية والخارجية آدم روزفلت، شكرا جزيلا لكم. تتابعون في الرادار بعد قليل. بعد تطمينات الرئيس الأمريكي حول مرض جذري القردة، هل يبقى القلق مبررا أم أنه تضخيم مبالغ فيه؟